بمناسبة اليوم العالمي للطفل وتأكيدا على حقوق الطفل وأهمية الالتزام بتحقيقها، أقامت الموارد البشرية بوزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الإدارات المعنية احتفالا ترفيهيا شارك فيه عدد من أطفال البحرين وأولياء أمورهم. في 20 من شهر نوفمبر من كل عام تحتفل دول العالم بيوم الطفل العالمي، والذي يأتي تنفيذا لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل ما يزيد عن نصف قرن بأن تقيم جميع الدول يوما عالميا للطفل. أتمنى لجميع الأطفال حياة سعيدة، حياة تكون صحية خالية من الأمراض، من الأوجاع، خالية من سوء المعاملة، من العنف. أهني مرة ثانية جميع أطفال البحرين وأطفال العالم كلهم وجميع القائمين على تربية الأطفال. من خلال الفعالية مركز رعاية الأحداث مشارك في الفعالية اليوم، لكن بسيط يعني، ومقدمين بعض المنتوجات والحرف اللي يقدمونها الأحداث في مركز رعاية الأحداث. ساهمت وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها في المشاركة بالاحتفال سنويا بهذا اليوم العالمي، ومن خلال هذا الاحتفال تم تقديم برامج تعليمية وفعاليات للمساهمة في الارتقاء بفكر الطفل لحمايته من أخطار التي يتعرض لها، مثلا من وسائل التواصل الاجتماعي، أخطار الحريق، الإنقاذ. ومن هذا المنطلق وتجسيدا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية، أقامت الموارد البشرية بوزارة الداخلية احتفالا في إطار العمل على تحقيق الأهداف السامية لهذه المناسبة، ومن بينها تعزيز التآخي والتراحم والتفاهم بين الأطفال على مستوى العالم. وزارة الداخلية اليوم نظمت هذا المعرض لتعريف الطفل على الخدمات اللي ممكن تقدمها الوزارة، إضافة عن أنه هو معرض ترفيهي تماشيا مع اللي هو احتفالات المملكة بهذا اليوم العالمي. الطفل هو الابنة الأساسية في جميع دول العالم المتقدمة، لذلك أولت البحرين أولوية للمحافظة على هذا الطفل. طبعا هذه الفعالية تعزز يعني مكانة الطفل وحقوقه. طبعا الوزارة هنا تقيم فعالية أيضا جميع إداراتها تقدم يعني مهارات وقيم وحقوق الطفل، فكل إدارة لها دورها في تثقيف الطفل وتعزيز مكانته. طبعا إدارة الأشغال أيضا عندها أيضا ورشة الزراعة، نقدم فيه ورش بيئية وزراعية تعزز من مهارة وتنمي مهارة الطفل في المجال البيئي والزراعي. وشاركت العديد من إدارات وزارة الداخلية في الفعالية، خاصة وأن ملف رعاية الطفل يستدعي مزيدا من التواصل والتعاون بين العديد من الجهات ذات الصلة، فضلا عن كون الرعاية بالطفل مهمة نبيلة لابد وأن تقوم على أسس نفسية ومجتمعية سليمة. الحمد لله الأجواء حلوة ممتعة، والعيال مستانسين قاعدين يشوفون بعض الفعاليات اللي تصير، وإحنا طبعا يعني كأولياء أمور يعني مثل ما تشوفون وايد مهم إن إحنا يعني ننمي قدراتهم في معرفة الأشياء الصحيحة من الخاطئة. بس قاعد أقوله في حادث لازم أقول لهم وين المكان، وين الموقع، و واستفدت إن بإشارة المرور إن هالإشارة سووها، هالإشارة سووها لنا، هالإشارة ساعدنا. جهود واضحة تبذلها وزارة الداخلية في الحفاظ على حقوق الطفل وحمايته من خلال عدة قنوات واتفاقيات دولية تحرص المملكة على التصديق عليها في إطار جهود حماية الطفل من العنف وتعزيز حقوقه الأساسية من تعليم وخدمات صحية وعلاجية وحمايته من الإهمال كون الطفل عنصرا مهما بين أسرته.